يا مرحبا يا مرحبا، حفظكم الله ورعاكم. نبدأ على بركة الله. الله يحفظكم ويبارك فيكم. أكرمكم الله، رفع الله قدركم. طيب، نبدأ على بركة الله. أنا بين الأمور يديكم، جاهزة. قل لي. ربي يحفظكم ويرفع قدركم. طيب نبدأ. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله وبياكم أيها الإخوة والأخوات في منصتكم، منصة مفكر التابعة لأكاديمية الرواد الإلكترونية، وفي لقاء شيق مميز بعنوان التمركز الأخلاقي لفضيلة الدكتور جاسم سلطان. والدكتور يعني ما شاء الله غني عن التعريف، لكن نستعرض شيء من سيرته لكي يكون يعني قدوة حية لنا ولهذه الأجيال الصاعدة. بارك الله فيكم. طبعا الدكتور هو المدير العام لمركز الوجدان الحضاري، وهو خبير استراتيجي لمؤسسات حكومية وخاصة، وكذلك الدكتور أطلق مشروع إعداد القادة، وهو الدكتور حفظه الله صاحب سلسلة أدوات القادة، والتي صدر منها إلى الآن 7 كتب للمؤلف. ويعني لو رجعتم إلى مركز الوجدان الحضاري ستجدون فيه خير كثير، لذلك أرفقنا الرابط لكم. بارك الله فيكم. أترك الكلام الآن لفضيلة الدكتور جاسم سلطان، فليتفضل مأجورا مشكورا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. التمركز الأخلاقي للأمة الإسلامية من المفروض أن لا يكون يعني موضوعاً للحديث، والسبب في ذلك أنه هو يأتي من نافلة القول، لكن بسبب كثير من المفاهيم والتصورات التي أحاطت بالحياة الإسلامية تخلف المسلمون عن الركب الأخلاقي بشكل كبير جدا، ولم يعودوا هم مركز الاستقطاب الكوني لقضية الأخلاق. وهذا أعادنا إلى نقطة البدء، اللي هو قضية فكرة التمركز الأخلاقي. التمركز الأخلاقي في القرآن الكريم واضح جدا، لا غبش فيه ولا لبس فيه، وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو كذلك أيضا. وها من الغرائب الأمور أن يكون بهذا الوضوح في كتاب الله، بهذا الوضوح في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه في الحياة الإسلامية يبدو غائبا ويبدو هشا وضعيفا بشكل كبير جدا بين بقية الأمم. إذا نظرنا لكتاب الله عز وجل سنجد أن الله سبحانه وتعالى في قائمة كبيرة اسمها إن الله لا يحب، إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الخائنين، لا يحب المتكبرين، لا يحب الظالمين، لا يحب المعتدين، لا يحب المفسدين. هذه القضايا الكبرى الأخلاقية الأساسية اللي الله سبحانه وتعالى يعلن في كتابه أنه لا يحب الناس الذين يتصفون بهذه الصفات، الخيانة والكبر والظلم والاعتداء والإفساد. وإذا نظرنا إلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام نجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق، أكثر ما يقرب للرسول في الجنة في مجلسه أيضا حسن الخلق، أكثر ما يثقل الميزان حسن الخلق، أكمل الناس إيمانا أحسنهم أخلاقا، أفضل الإيمان حسن الخلق. ماذا يمكن أن يقال أكثر من ذلك في مركزية الأخلاق في دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام وفي دعوات الأنبياء؟ فما دعوات الأنبياء في نهاية المطاف إلا ما لخصه القرآن الكريم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم. هذه المعاني الكبيرة جدا، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذه القضية كيف غابت وكيف دخلت في الظل، وأصبحنا نقرأ آلاف الكتب لكننا لا نستشعر هذا المعنى العميق لقضية الأخلاق وأهميتها في حياة الإنسان المؤمن. ولذلك جاءت فكرة الكلام عن التمركز الأخلاقي للأمة الإسلامية. إذا قلنا أنه الله سبحانه وتعالى وضع مسطرة كلية يريد من الأمة الإسلامية أن تتميز بها على العالمين،
أن تدعو بها كل الناس كل الوجود. فهي قضيتين رئيسيتين، القضية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى عن سبب إنزال الرسالات: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. تخيل معي الفكرة الرئيسية اللي موجودة في هذه الآية، إنه المطلوب من الإنسان المسلم أن يعلن إعلانا كونيا عاما بأن البشرية كلها يجب أن تقوم بالعدل والقسط، وأن هذه المهمة ليست مقصورة على المسلم إذا كان هو حاكم في بلد، إنما هي دعوة لكل الأمم، دعوة لكل المجتمعات أن يقوم الناس بالقسط. طيب، وفي سبيل هذه المهمة ما الذي يقدمه الإنسان المسلم للوجود من حوله؟ الله سبحانه وتعالى: ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إذا من مزدوج العدل والرحمة يقوم المشروع القرآني التأسيسي للأمة الإسلامية على هذين البعدين الغائبين. فللمسلم اليوم رحمة للعالمين لأنه مأزوم بذاته وبأزماته، وهو عاجز أن يكون رحمة لبني جنسه، لقومه، لأهله، لوطنه، لأمته، فكيف يكون رحمة للعالمين؟ وهو عاجز عن أن يقيم العدل في ذاته وفي أسرته وفي مجتمعه وفي دولته، فناهيك عن أن يقيم العدل بين أمم الأرض جميعا. إذن هناك مشروع مؤجل يستبطنه الإسلام ويعلن عنه الإسلام وتقوم عليه الرسالات السماوية، لكنه مشروع مؤجل لما يجد أبطاله بعد. اليوم إذا نظرنا إلى البشرية بشكل عام، البشرية دخلت في سباقين: سباق المخلب والنب. تعرفون الإنسان الأول لم يكن قويا مثل الفيلة، ولم يكن ضخما مثل الديناصورات، ولم يكن يعني إن صح التعبير عنده أنياب وعنده أظافر يقاتل بها، لكن هذا الإنسان بسبب هذا العقل الذي عنده استطاع أن يطور أدواته، فاخترع الرمح واخترع السهم ثم اخترع إلى أن وصل إلى القنبلة الذرية التي تبيد البشر جميعا وليس فقط ليصطاد ويأكل. إذا نمو المخلب والناب عند الإنسان تفوق بشكل كبير على النمو الأخلاقي والحس الأخلاقي العام الكوني، لأنه ممكن أن يكون عند أمة من الأمم حس أخلاقي داخلي بين أفرادها، ولكنها لا تمد ظل هذا الحس الأخلاقي إلى أمم الأرض جميعا، لا ترى الوجود وحدة واحدة ومسؤولية الإنسان عنها مسؤولية واحدة. فبني جنسه ينعمون بالعدالة والخير، وغيره من الأمم يجعلها تحت يعني ظل العبودية وترسف في الأغلال. إذن المادية، الحياة المادية تغلبت على الحياة الروحية والحياة الأخلاقية بشكل كبير جدا، والإنسان لم ينتبه أن تطور الآلة، يعني الإنسان ما يسمى بالحداثة، أحيانا الناس تسب الحداثة، الحداثة ليست شيئا سيئا بالمطلق، الحداثة هي انتقال الإنسان من استخدام عضلاته لاستخدام الآلة، ومن استخدام الآلة التي يديرها الإنسان إلى الآلة الذكية التي تدير نفسها. إذا انتقل الإنسان نقلات واسعة في قضية الآلة، وقضية الآلة أيضا غيرت معها نظم الإدارة، فانتقل الإنسان من الإدارة البدائية بالمتجر الصغير الذي يبيع فيه الأشياء إلى شركات الكوربوريت العظمى التي تتحكم في مسارات العالم، واشتبك الاقتصاد العالمي ببعضه البعض، ونشأت المدن الحديثة، المدن الحديثة التي فيها الإنسان موظف وعامل وليس جزءا من أسرة كبيرة كما هو في القرية، فهو ينتقل مكان لمكان بحثا عن العمل وبحثا عن الرزق، فلا يستطيع أن يكون إلا أسرة صغيرة إذا استطاع، وفي معظم الأحيان يكتفي بعلاقة أشبه بالزوجية في أوروبا من الصداقات العابرة، لأنه سينتقل إلى مكان آخر ولا يتحمل إقامة وجود أسرة. إذن هناك ضريبة للتحديث اللي هو الانتقال للمدينة، صغر الأسرة، قيام الاقتصاد المعاصر الذي يقوم على التخصصات، استخدام الآلة بدل الإنسان وعضلاته،
هذه التغيرات التي سميت الحداثة بدأ العالم يبحث عنها، لكن بضريبة أخلاقية كبيرة، إذ زادت الأمراض النفسية وزادت عمليات الانتحار، وأصبح الإنسان هذا مهددا بماديته التي أنتجها دون أن يستطيع أن يوازنها بمشروع أخلاقي ضخم. ومن هنا أصبحت هناك مهمة كبرى وفجوة في السوق كما يقال، طلب على البعد الأخلاقي الإنساني الذي يستطيع به الإنسان أن يعبر عن إنسانيته. إذن هناك انتظارات في العالم لمشروع يستطيع موازنة المادة بالروح، ويستطيع موازنة الأخلاق اللي موجودة. وهذه المادة الأساسية التي يشير إليها القرآن الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وإنك لعلى خلق عظيم، ويشرحها القرآن الكريم ليقوم الناس بالقسط. تحمل مشروع ضخم أخلاقي ليس بالأمر اليسير وليس بالأمر البسيط. هو من ناحية إذا وضع كهدف في الأمة، يعني قررنا أن نحن نقوم بهذا التمركز الأخلاقي، البشرية لا تحتاج لمزيد من الآلات ومزيد من الكذا، وإن كنا نحن نحتاج أن نصنع الآلة وكذا حتى نحمي أنفسنا وأعراضنا، لكن البشرية ليست لا تنتظرنا في مجال المادة. الشيء الوحيد الذي يمكن أن نقدمه للعالمين هو توازن الروح والمادة في الوعي الإسلامي، لكن هذا الوعي الإسلامي أصابته عوارض أدت أنه يصبح أيضا مريضا، ولا يستطيع أن يغطي لا الجانب الأخلاقي ولا الجانب المادي، الذي لا الجانب المادي حتى يحمي نفسه فينمي المخلب والناب، ولا الجانب الأخلاقي حتى يقدم النموذج الكوني للبشرية في العدل والرحمة فتقتدي به. إذن إذا وضع كهدف فأمامنا مشكلة كبيرة جدا. هو كواجب شرعي قائم، الله سبحانه وتعالى أرسل الرسالات ليتم هذا الأمر في حياة البشرية وتستوي البشرية، ويجيب الله على سؤال الملائكة: لا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فتقوم أمة العدل والرحمة بهذا الوجود. لكن التمركز كاستراتيجية عمل أمر في غاية الأهمية وغاية الخطورة، ولذلك أنا سأتكلم عن هذا الموضوع إذا أردناه أن يكون عمليا. هو ليس بسيطا وليس يسيرا وليس سهلا، وإن كان في جوهره هو قيام الإنسان بما يجب عليه في الجانب الأخلاقي فردا، ولكن أن يتحول لمشروع أمة هذا يحتاج إلى قضية أخرى سنتحدث عنها بعد قليل. طيب، الله سبحانه وتعالى أراد أن للبشرية أمور كثيرة، فإحنا نؤمن بوجود الله عز وجل، نؤمن بالعمل الصالح الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، نؤمن بأن هناك حساب وجزاء، ونؤمن أن علاقة الله سبحانه وتعالى بالوجود الرحمة السابقة والرحمة الواصلة، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونؤمن أن نحن كبشر نحتاج أن نقتدي بالصالحين، والصالحين في كتاب الله عز وجل هم الأنبياء والمرسلين ومن سار على دربهم من المؤمنين الذين ذكرهم القرآن الكريم، وهؤلاء قاموا بأعمال عظيمة جدا، منها التوبة والمغفرة كما في قصة أبونا آدم، منها ذهب إلى فرعون إنه طغى لموسى، منها قضية صناعة الدروع والسابغات عند داود، منها إقامة الحكم الذي ليس له نظير مثل سليمان عليه السلام في عدله، مثل إقامة الاقتصاد عند يوسف، مثل إقامة ذو القرنين للسدود والصناعات الضخمة التقنية التي تحتاج صهر المعادن. إذن عندنا في كتاب الله عز وجل كل أشكال العمل الصالح الذي يغفل عنه، لأن الجانب العبادي الصرف، العبادات الصرفة بشكل من أشكال وأعمال البر البسيطة في الحياة مطلوبة بشكل من الأشكال، أما الأعمال الكبيرة التي يشير إليها القرآن الكريم فقد غابت من الحياة الإسلامية بشكل كبير جدا، خاصة في عصرنا إذ تفوقت علينا الأمم في هذه المجالات. الله سبحانه وتعالى قال أخبرنا أن الناس مختلفين، وأخبرنا أن أكثر الناس لن يكونوا مؤمنين، وأخبرنا أن طبيعة البشر فيهم الفساد وفيهم سفك الدماء، وطالبنا مع ذلك أن نقيم فيهم ما نزلت لسببه الكتب السماوية ليقوم الناس بالقسط. طيب كيف نفعل ذلك
في مجتمعاتنا وفي المجتمعات الأخرى التي نكون فيها. الله سبحانه وتعالى يرشدنا للمعادلة، يقول لا ينهاكم الله عن لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إذا مع المختلف يستطيع الإنسان أن يشغل قاعدتين البر والقسط فتصلح الحياة، وثالثها احترام التعاقد البيني بين الناس، وأوفوا بالعقود وأوفوا بالعهود. إذا استوى أي مجتمع على هذه الأقدام الثلاثة، البر والقسط واحترام التعاقدات، تم للإنسان ما يريد في أمنه وأمانه واستقراره وحياته. انظر لنفسك اليوم كإنسان، ستجد أنك أينما ذهبت طالب الآخرين أن يحسنوا لك خلقيا وأن ينصفوك قانونيا وأن يحترموا هذا التعاقد بينك وبينهم، ولا تريد من البشرية أكثر من ذلك. هكذا إذا تستقر المجتمعات وتبنى المجتمعات على قضية البر والقسط واحترام التعاقدات. لكن إذا قررنا أننا يعني قادرون على حمل عبء الرسالة السماوية، حمل عبء كتاب الله سبحانه وتعالى اللي يقوم الناس بالقسط، فنحتاج النموذج البشري الذي يتمثل هذه الهدايات الكبرى ويستطيع أنه ينتفع بها. فما الذي يمكن أن يمكننا من التمركز الأخلاقي في هذا الكون الذي نعيش فيه؟ يقال أول قضية اللي هي التخلية وبعد ذلك التحلية. نحن محتاجين ابتداء حتى نستطيع أن ندخل في مشروع مثل مشروع القسط الكوني والرحمة السابغة للعالمين، إننا نتبنى قوامة عقلية راشدة تسمح لنا بأن نفكر بالأمور في اتزان. الآن اسمع الحوارات التي تدور في النت في كل مكان، يقول لك والله نحن نفعل هذا وهذا خطأ، لكن لأن الآخرين يفعلونه، إذا قتلوا بشرا نحن نقتل بشرا لأنهم يقتلون، إذا هدموا معبدا نحن نهدم معبدا لأنهم يهدمون، إذا ظلموا فنحن نظلم لأنهم يظلمون. فهذا النمط من التفكير لا يقدم البشر للبشرية حلا، لأنه يدور في حلقة مفرغة من قضايا الحقد والكراهية والغضب المستمر الذي لا ينتهي. من الذي يستطيع أن يستعلي كما استعلى الرسول عليه الصلاة والسلام بقضية الأخلاق في علاقته بقريش؟ فقريش التي تآمرت على الرسول صلى الله عليه وسلم وأرسلت أبناءها لقتله، كانت أموالهم كلها أمانات عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يمكن أن يجد مبررا مثل مبرراتنا لأن يرد لهم صاع صاعين، فيأخذ هذه الأموال جزاء ما اقترفوه من إرادة قتله. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقدم لنا رسالة، ولا يقدم لنا إنسان ينتقم لذاته، يقدم لنا روح الرسالة، فيأمر علي بن أبي طالب أن يعيد الأموال إلى أصحابها كاملة، ويخرج هو متسللا فارا ويتبعونه ليقتلوه، لكن أموالهم ستعود إليهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يتحول لصا لأن الآخرين لصوص، ولا يتحول لقاتل لأن الآخرين يقتلون، ولا يتحول لمعتد لأن الآخرين يعتدون. هو ملتزم بأن الله سبحانه وتعالى لا يحب المسرفين، ولا يحب الخائنين، ولا يحب المتكبرين، ولا يحب الظالمين، ولا يحب المعتدين، ولا يحب المفسدين. لن يدخل في دائرة من يبغضهم الله سبحانه وتعالى كردة فعل على الآخرين. إذن أول حاجة محتاجين نتخلى عن الأفكار المغلوطة عن قضية أنه إذا فعلوا سأفعل. لا، إذا فعلوا كيف تستعلي فتفعل ما هو أفضل منهم للإنسانية والإنسان. هذا الشرط الأول الأخلاقي الحقيقي الذي يصنع الفارق على الأمة الإسلامية. أينما كنت في أي بلد، وحيدا أو فردا أو جماعة أو كذا، إذا هبط الناس أن تجتنب هذا الهبوط الذي يهبطونه. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تقل أنا مع الناس إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساء الناس أن تجتنبوا إساءتهم. هذا النمط من التفكير يحتاج أولا زوال لمرور مشروع وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وليقوم الناس بالقسط. المسألة الثانية، إيمان بمركزية فكرة الأخلاق في القرآن الكريم.
فكرة الأخلاق في القرآن الكريم تمت تنحيتها في داخل أطرنا، سواء كانت التفسيرية أو في داخل أطرنا الفقهية أو في داخل أطرنا العقدية، لن تجد هذه الرائحة المستعلية الأخلاقية العليا التي تبحث أولا عن السمو الأخلاقي ثم عن بقية الأحكام والتفصيلات. ستجد الأحكام والتفصيلات وتغطي على الجانب الأخلاقي والبعد الأخلاقي بشكل كبير جدا. إذن الإيمان بمركزية فكرة الأخلاق ودورها في توصيل الرحمة للعالمين وتوصيل الرسالة لبقية البشر، هذا يعني أمر في غاية الخطورة، أن احنا نستطيع إعادة تأهيل المنصات التي تقوم بالتنشئة مرة أخرى، إعادة بناء الأفكار الأساسية عن الأسرة ونمط التربية في الأسرة، لأن نحن في الأسرة ننقل لأبنائنا أمراضنا النفسية وتصوراتنا المغلوطة والمشوهة عن الدين والإسلام، ليس باعتبار الإسلام دينا أخلاقيا، إنما باعتباره أي منظومة ثانية غير المنظومة الأخلاقية التي تهتم بقضية العدل وبقضية النظام وبقضية الترتيب وبقضية الإحسان في العمل. نحن لا ننقل هذه الصفات لأبنائنا، لكن الأسرة دورها مهم جدا، وبالتالي أول محضن تنشئ فيها يجب أن يتم والتركيز عليه هو الأسرة بحد ذاتها. ما الذي تقوله لأبنائها، وما الذي تطبقه أمامهم، وما الذي تساعدهم على فهمه وتطويره. المسألة الثانية المدرسة، مناهجنا المدرسية قد نجد فيها مسحة من القيم أو كلام عن القيم أو دروس عن القيم، لكن القيم ليست دروس، القيم عبارة عن ما يشاهده الطالب بعينيه، ما يشاهده من المدرس، ما يشاهده من المدير، ما يشاهده من الإدارة. إذا رأى العدل ورأى الإنصاف ورأى الاجتهاد ورأى طلب الحقيقة، تكونت عنده هذه الملكة وهذه التصورات دون أن تكون هناك دروس لعملها، هي تصبح جزءا من حياته تقليديا. محتاجين تغيير كبير جدا في المدرس والهيئات التدريسية أكثر من الكتاب الذي ينقل الفكرة. ثم المسجد، المسجد أداة ضخمة في التنشئة في البلاد الإسلامية، وإذا لم نستطع أن نحن نحول منبر المسجد إلى 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 منبر حقيقي يقدم الأخلاق والقيم ويزرعها في نفوس الناس ويتجنب زرع الكراهية والبغضاء وسوء الأخلاق بين الناس، إذا استطعنا فعل ذلك حولنا طاقة الناس الدينية من طاقة سلبية إلى طاقة إيجابية، من طاقة هدامة إلى طاقة بناءة. يصبح دور المسجد واضح المعالم، مخطط له ضمن دائرة التربية والتنشئة على مشروع أحسن الأخلاق. ثم تأتي قضية في غاية الأهمية، عندما يكبر الإنسان يريد أن يتعلم دينه. نحن طبعا نعلم الأطفال من صغرهم الدين، لكنهم لا يدركون معناه، لا يدركون لماذا يجب أن يحفظوا القرآن، لا يدركون أشياء كثيرة جدا نعملها وتمر في حياتهم لا تؤثر فيهم، لكن يصلون لمرحلة معينة يريدون أن يعرفوا دينهم ويعرفوا ما الذي يقرؤونه وما الذي لا يقرؤونه. كتاب التفسير الذي يتمركز حول الأخلاق أين هو؟ كتاب الفقه الذي يركز على البعد الأخلاقي في الأحكام أين هو؟ كتاب السيرة الذي يروي الأخلاق للأبناء عبر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام أين هو؟ كتاب العقيدة الذي يركز على حسن الخلق أين هو؟ إذا أردنا إنشاء بيئة عندما يقرر أبناءنا أن يقرأوا ويتعلموا، يجب أن تتوفر المادة التي تقدم لهم هذه المعرفة وهذه البنية. إذا استطعنا فعل ذلك، حل معادلة التنشئة وحل معادلة الكتاب الديني بشكل جيد، يجب أن يكون عندنا مشروع كوني يوصل الرحمة لكل بؤساء العالم ومحروميها بدون استثناء، من كل الأمم والنحل، بحيث يستطيع أي إنسان في هذا الكون الواسع من مختلف الملل والنحل أن يجد مسلما بجانبه يعينه ويساعده في فقره وفي احتياجه وفي بنيته. لأن الكلام كلام، لكن البشرية تريد الفعال. مين المجتمع اللي يستطيع يتغلب على الأثرة
وعلى الكراهية والحقد، ويمد يده لمستضعفي العالم ومحتاجيها. هذه قضية في غاية الخطورة وغاية الأهمية. ثم أخيرا بناء مشروع القسط الكوني بحيث يشمل كل مظلوم في العالم. عندما نطالب بالعدالة لا نطالبها للمسلمين فقط، إذا كان المشروع كوني أخلاقي فهو مطالبة بالعدالة لجميع البشر. هي محاولة افتكاك أن يحس بنا كل إنسان مظلوم في العالم أننا سنده ودرعه. إذن التحول من مركزية الذات إلى مركزية الأخلاق هو المشروع القرآن، وهو المشروع الذي لم يتم بعد في هذا الوجود بشكله الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذا ما عندي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظكم الله دكتور، الله يبارك فيكم ويحفظكم. يعني كلمات ومحاور وإضاءات جدا مهمة في هذا الجانب، نسأل الله أن ينفع فيكم ويتقبل منكم. طيب تسمح لنا دكتور نأخذ عدد من الأسئلة والمداخلات إذا لا بأس. لا بأس. طيب الله يبارك فيكم الإخوة والأخوات، من كان عنده مداخلة صوتية فيمكنه ذلك عن طريق رايس هاند، رفع اليد، ومن عنده سؤال يمكن أن يكتبه في الشات. بارك الله فيكم. طيب الأستاذ منار الدقر تفضل، لو تفتح المايك تفضل. حياكم الله دكتورنا الحبيب، جزاكم الله خيرا، ما شاء الله، يعني كانت محاضرة جدا قيمة. سيدي الحبيب، ذكرتم مشكورين مأجورين بارك الله بكم على المنهج المتكامل، المنهج العقدي، المنهج الأخلاقي، المنهج التربوي. هل هناك مثال على منهاج متكامل البنية والوحدة والمنهج ممكن نعتمد عليه، أم هو إلى الآن متفرقات بين الكتب والنصوص؟ هذا مشروع لم يتم بعد، مشروع مركزة النص والتربية حول قضية الأخلاق. هذا مشروع ينتظر أبطاله بعد، يحتاج إلى تأسيس أولا فلسفي، ويحتاج إلى إنشاء مكتبة خاصة به، ويحتاج إلى تقديم برنامج للأسر حول كيفية تنشئة الأطفال على هذه الأبعاد الكبرى التي يأمر بها الدين. فمشروع التمركز الأخلاقي يحتاج إلى، إن صح التعبير، رؤية متكاملة. أنا ذكرت بعض جوانبها، لكن لو تم التفكر فيها يمكن أن يكون مشروع العصر، ويمكن أن يحول حياة المسلمين من حياة تفتقد المشروع في العالم. يعني لاحظوا القضية في غاية الخطورة بالنسبة لنا. إذا ذهبتم للكليات الشرعية أو استمعتم لكثير من الدعاة، طول الوقت هم يتكلمون عن قضية الرد على الشبهات التي يثيرها الآخرين. ماذا يعني الرد على الشبهات التي يثيرها الآخرين؟ تخيل فريق كرة قدم طول الوقت هو جالس يدافع، وما عنده مشروع للهجوم، ما عنده مشروع هو يتقدم به للآخرين ويقول يا جماعة الخير هذا مشروعي الذي أطرحه على البشرية، وهو الذي يمكن أن يحرر البشرية من أدوائها وأمراضها. هذا مشروع لكل إنسان، لكل مظلوم، لكل واحد يعيش في هذه الحياة، للحيوان، للنبات، للطير. هذا مشروعنا الذي نتقدم به. هذا يحتاج إلى هندسة أساسية وكبرى، ولما تتم بعد. ما زلنا إحنا عندنا أفكار متناثرة من هنا وهناك، لكن جزا الله خير الأخوة أن أثاروا هذا الموضوع لأنه يستحق مثل هذا العمل الكبير. نعم بارك الله فيكم دكتورنا. هذا السائل يقول كيف يمكننا غرس هذا المشروع أو البداية به مع أولادنا في ظل الأنظمة التي تحارب الدين والعقيدة وانشغال أهل الدين بالقضايا الخلافية وغيرها؟ هو بطبيعة الحال ممكن يطرح السؤال بصيغ كثيرة، لكن أنا في تقديري لم يكن بإمكان قريش أن توقف تربية المسلمين لأبنائهم، ولم يكن بوسع الاتحاد السوفيتي أن يمنع المسلمين من تربية أبنائهم، ولا المسيحيين بالمناسبة. فالأسرة المحضن الرئيس الأساسي لتتكون فيه الأفكار، ويأخذ الطفل فيه النسخة الأولى الأساسية في تنشئته وفي تعريفه للعالم وتعريف العالم له. إذا حسنت النسخة المنزلية الباقي تكملة أشياء بالنسبة للإنسان.
وإحنا في مجتمعات متفاوتة ليست كلها شر، يعني المجتمعات التي نعيش فيها فيها من هذا وذاك. إذا استطعنا إصلاح الأسرة، أن يكون هناك مانيوال للأسرة للتربية الرشيدة على الأخلاق القويمة الإنسانية العليا، البر والقسط والإحسان لكل شيء، وهذه نقلناها نقلة أخرى كبيرة بعد ذلك للمنصات الممكنة والتي تصل للناس، يمكن خلق عصر جديد ولو بالتدريج. برغم كل ما يقال عن قضية الظروف اللي احنا موجودين فيها، لكننا أتيحت لنا فرص ضخمة جدا لم نستثمرها في مثل هذا النوع من العمل. نعم، بارك الله فيكم. هذا السائل يقول هل ثمة مراجع في علم الأخلاق أو فلسفة الأخلاق الإسلامية ينصح بها الدكتور؟ في والله يعني الكتابات اللي موجودة بعضها كتابات قيمية وبعضها كتابات أخلاقية. من الكتب الممتازة اللي في الأخلاق كتاب الشيخ حبنكة الميداني، أعتقد اسمه الأخلاق، يمكن الرجوع إليه. لكن ممكن كتابة القائمة في النت وسيجد الكثير من الكتب التي كتبت في هذا المجال والتي لا تحضرني، لكن هناك كتابات ممتازة في هذا المجال موجودة. ومن يعرف اللغة الإنجليزية يستطيع أن يصل إلى كتابات في غاية الروعة فلسفية في مجال الأخلاق والقيم الإنسانية العامة، وبالتالي يستطيع أن يدمج الفكرتين مع بعض، روح الفلسفة وروح العصر اللي موجود والمفاهيم القرآنية الكبرى التي نستطيع تحريرها من الأفق الذي وضعت فيه إلى أفق إنساني أعلى إن شاء الله عز وجل. نعم دكتور، ممكن أثقلنا عليكم في الأسئلة شوي. الله يحفظكم. في آخر سؤال يعني هو متعلق في أيضا هذا الجانب، يقول هل هناك يعني حسب قراءتكم واطلاعكم في الكتب الإسلامية في كتب الفقه تحديدا أو التفسير يعني يركز على البعد الأخلاقي تنصحون به بشكل يعني أو آخر؟ للأسف لا يوجد الكتب التفسير أغلبها عبارة عن يعني مجزأة بشكل كبير جدا، تناول تفسير الآيات آية آية، والكتب التي حاولت أن تربط بينها مثل التفسير الموضوعي وغيره خطت خطوة مهمة للأمام بفضل الله عز وجل، لكن لا زال الطريق كبير جدا أن تتمركز الأخلاق في وعي من يفسر القرآن بحيث تصبح هي المصدر الرئيسية التي تقوم بربط الأشياء ببعضها البعض في كتاب الله عز وجل، لأن مصدر الأخلاق في القرآن الكريم ما يحبه الله وما يبغضه الله سبحانه وتعالى هي روح القرآن الأساسية، هي عبارة عن الدينامو الذي يولد الحضارة، وإذا غاب تنهار الحضارة الإسلامية. نعم، بارك الله فيكم دكتور الحبيب. ما أدري إذا يعني الوقت متاح عندكم نأخذ مداخلة صوتية وسؤال آخر ولا كيف؟ ما في مشكلة، سؤال أخير ولا بأس به. طيب نأخذ المداخلة الأخيرة من الأستاذ محمد سلطان، تفضل. السلام عليكم، يعطيكم العافية دكتور، الله يبارك فيك يا رب. السؤال هل نحن نستطيع أن نحصل على الأخلاق من الكتب والأمور هذه؟ هي الأساس الأخلاق أنه في فجوة، ما في قدوة، فنحن الأخلاق إذا قرأنا كتب أخلاق ممكن الإنسان أنه يحصل أخلاق من كتب، وإذا كان ما ممكن وبده قائد فكيف بإمكاننا أنه نحدد مين القدوة اللي ممكن نأخذ منه أخلاقنا يكون شخص موجود، يعني معلم أو مدرس أو هاي الأمور؟ جزاكم الله خير. أنا ذكرت وصفة كاملة. نحن نحتاج أول حاجة محاضن التنشئة، أن ننشئ لها أدبيات تساعد الآباء والمعلمين والخطباء وقادة الرأي أن يحصلوا هم بذاتهم على مصدر أخلاقية قوية وقوية. هذا يحتاج إلى عمل علمي معرفي يقدم لهم وتدريب كافي يقدم لهم، ثم هؤلاء ينتجون هذا سلوكيات وقدوات داخل المدارس داخل المساجد داخل الأسرة للأبناء، وبالتالي تتكامل عندنا الحلقات اللي موجودة في البنية. فالكتاب وحده لا ينتج لنا ما نريد، لكن الكتاب قد يكون مقدمة أن يفهم الإنسان ما هو المطلوب حتى هو يستطيع يطبق إذا كانت عنده القدرة على التطبيق ونقل المعرفة. فالعلم العلم النظري والعلم التجريبي يتكاملان وليس شيئين مختلفين. نعم، بارك الله فيكم دكتورنا. المداخلة الأخيرة نأخذها وننهي بعون الله تعالى.
الباقي الأخوة والأخوات يعني نعتذر من الأسئلة في الشات والذين رفعوا أيديهم، يعني الوقت ضيق، بارك الله فيكم. تفضل المداخلة الأخيرة للأستاذ ناصر، تفضل. تفضل وتفتح المايك عندك. السلام عليكم، جزاك الله خير دكتور. يا مرحبا دكتور، بس بغينا نعرف شو اسم المكتبة اللي تبيع كتبك في الكويت وفي قطر؟ طبعا المكتبات في عندنا الموزعين، الآن الدار التي طبعت عندها الكتب آخر طبعا إن شاء الله اللي بتكون في معرض الكتاب القادم في قطر، بتوزع على المكتبات الثانية بما فيها جرير، بما فيها بقية المكتبات، اللي مكتبة الأسرة العربية. فإن شاء الله عز وجل أينما وجدت الأسرة العربية الكتب ستكون موجودة، طبعناها طبعة جديدة موجودة في حزمة واحدة، فإن شاء الله بتكون متوفرة، وبعدين سنعلن عن كل الأوتلتس، المناطق التي تبيع الكتب بإذنه تعالى. الأمر تم من خلال أسبوع، وإن شاء الله عز وجل نبلغكم عبر تويتر لمحبي الكتب أن يصلوا إليها إن شاء الله بسهولة ويسر. نعم، في ختام هذا اللقاء الطيب الماتع الذي استفدنا منه كثيرا، نتقدم بجزيل الشكر لفضيلة الدكتور جاسم سلطان على هذه المحاضرة القيمة النافعة. نشكركم باسم أكاديمية الرواد الإلكترونية وباسم منصة مفكر، ونسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتكم. كذلك الشكر موصول للأخوة الحاضرين الذين دخلوا وشاركوا ويعني أضافوا لهذه المحاضرة، بارك الله فيكم جميعا. إلى أن نلقاكم في لقاء قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.